أهلا بكم من جديد. إذن جدل واسع في موريتانيا بعدما أحال القضاء فيها مساء أمس الناشط السياسي ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة إلى السجن بعد نشر منظمته تقارير بشأن فساد تورطت فيه شركة خاصة خلال تنفيذ مشاريع تابعة للدولة، الأمر الذي نفته الشركة المملوكة لرجل أعمال وهو زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وهو رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وأحد المقربين من السلطات الحاكمة، حيث تقدمت شركته بشكوى إلى القضاء أحيل بموجبها ولد غدة إلى السجن. النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية وجهت إلى ولد غدة تهم الافتراء والقذف ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الإنترنت قصد الضرر به، وجرت إحالته إلى السجن في انتظار محاكمته. نسأل في هذا الجزء من المشهد عن حيثيات هذه الإحالة السريعة لولد غدة إلى السجن. لماذا يحال هو السجن قبل المحاكمة؟ لماذا يلجأ القضاء الموريتاني لإجراء السجن لمن يثير القضية بدلا من التحقيق فيها؟ وهل سيحقق القضاء الموريتاني فعلا في هذه القضية التي تتهم فيها شخصية مقربة من النظام؟ لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال ضيفي من نواكشوط السيد عبد الرحمن ودادي الباحث المحلل السياسي، ومن نواكشوط أيضا السيد سعد بوه الشيخ محمد الإعلامي والكاتب. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين. لعلي أسألك سيد ودادي عن حيثيات هذه القضية وعن ربما تفسير لما يلجأ القضاء الموريتاني لسجن من يثير قضية في الفساد بدل من الذهاب لتحقيق فيها. في قضية ما قام به السيد محمد والقد واضح، هو رأس منظمة لمكافحة الفساد وقدم ملفا، ما قام به أيضا ما قامت أيضا به الشركة الثانية مفهوم أنها يعني اشتكت واتهمت. الحالة الطبيعية أن يعرض هذا الملف على القضاء وأن القضاء يتخذ القرار ويتخذ الأحكام، لكن الغريب في الأمر والغير المقبول هو أنه أثناء مرحلة التحقيق يتم قاضي التحقيق يأمر بإيداع السيد محمد والقد في السجن. هذا هو الشطط. هناك عشرات الحالات، السيد بيرام مثلا ولد داود العبيد يقدم منه السيد والمولود شكوى بتهمة القذف ولكنه لم يسجل. الصحفي المعروف حنفي ولد دهاء سبه أيضا شخص آخر واتهمه باتهامات شنيعة ولم يسجل، ما زال يعني أمام المحكمة حتى يصدر الحكم النهائي. الغريب هنا هو أنه يتم في مرحلة التحقيق سجن شخص في قضية يعني ليست جريمة قتل يخشى أن يهرب صاحبها. السيد محمد بن قد شخصية معروفة وسبق أن سجن في فترة محمد بن عبد العزيز ولم يتحرك من مرتفع تماما. ما يشفع له أيضا هو المنظمة التي رأسها وهي منظمة الشفافية، بمعنى أن ما ذهب إليه من هذا الاتهام وإثارة الملف هو له علاقة بصلب عمله، أيضا قدم أدلة وإثباتات. ومهما كانت الحالة، الحالة الطبيعية هو أن يتم قاضي التحقيق إذا رأى أن الملف يستحق المتابعة ويستحق المحاكمة يحيل إلى قاضي، وعندما يحيل إلى قاضي يحكم بما يحكم. ولكن في هذه الحالة تحدث في العادة مع تجار المخدرات البالغة الخطورة، تحدث في حالات القتل، يأخذون المتهمين ويدنعونهم بالسجن في التحقيق خشية أن يهربوا. هذا شخص معروف وله وزن ونائب سابق في البرلمان ورئيس منظمة، ويعني هذا التعامل غريب جدا. أنا نفسي تعرضت لنفس الحالة من سنوات أيضا، يعني قاضي التحقيق أحالني إلى السجن ومن ثم عندما رأى أن الرئيس الآخر سيذهب أطلق سراح. هذا شطط في استخدام السلطة يعني. هذا سأعود إليك سيد ودادي. سيد سعد بوه الشيخ محمد، برأيك وفي تقديرك هل من الطبيعي أن يجري سجن المدعي وإفلات من المدعى عليه؟ هل كان مضطر القضاء في موريتانيا أن يجري سجن صاحب الإدعاء وهو محمد ولد غدة فيما ويستجاب لقضية سيد زين العابدين والشيخ أحمد لو لم يكن هو من رجال أعمال مقربين إلى السلطة؟ طيب سيدي،
لا، كما انني لست ناطقا باسم السلطه المخوله من طرف هذه الحديث باسمها، انما اتحدث بصفتي اعلامي ومراقب لهذه القضيه بشكل عام. اعتقد ان محاوله شخصنه هذه القضيه والزج بالنظام فيها مساله غير وارده بالمره. فانا عندما شاهدت في المقدمه صور اجتماع مجلس الوزراء وصور لرئيس الجمهوريه، استغربت من ايراد مثل هذه الصور في قضيه شخصيه، هي قضيه بين مواطنين، او بين بالاحرى بين مواطن وبين شركه مؤسسه تجاريه ولها مثل الحق في ان تدافع عن مصالحها وعن سمعتها. السلطات الموريتانيه وحسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومه يوم امس قال ان الحكومه لا دخل لها في الموضوع. القضاء هو كما تعلمون سلطه مستقله، ولا يمكن للسلطه التنفيذيه الممثله في الحكومه ان تطلب بسجن شخص او باطلاق سراحه، او ان تقول ان توقيف هذا الشخص هو شطط او سابق لاعوانه او في محله او كذا. هذه اعتبارات من صلب عمل القضاء وهو وحده الذي يبت فيها. ما يمكن ان نقوله كمراقبين بشكل عام هو ان هناك اراده من طرف النظام لمحاربة الفساد ولمكافحة الفساد، لكن يلاحظ المراقبون أن هذا النظام بالتحديد في طريقته أو في مقاربته لمكافحة الفساد ينتهج نهجا يبتعد عن التشهير وعن الاستغلال الإعلامي وتصفية الحسابات. فالهدف في النهاية هو محاربة الفساد وصيانة المال العام تماما، وهو واحد من مهام الدوله وواحد من المبادئ التي رفعها والاهداف السيد ولد بو التي رفعها السيد الرئيس ولد الغزواني، وهذا ما يبرر ما وضعنا صورته وصوره الحكومه. هذه المحاوله من اجل ان يكون هناك كشف للفساد، ما فعله السيد ولد غده هو محاوله لان يكون هناك كشف للفساد وايقاف للفساد، وما تعرض له من خلال نظام القضاء في البلاد كان هناك تنديد من فريق أمل موريتانيا البرلماني، واعتبر أن الأمر هو محاولة لإسكات كل من يحاول فضح وكشف ملفات الفساد. نعم، هذه مواقف سياسية، ومن حق أي شخص أن يعقب على أي إجراء سواء اتخذه القضاء أو اتخذته الحكومة، لكن المسألة معروضة أمام القضاء، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه بدلا من القضاء ويقول لك إن سجنه الغد كان مخالفا للقانون أو كذا. هذه اجتهادات وآراء وتقدم بها المحامون، والقضية أمام القضاء. وإذا كان القانونيون أنفسهم سيد سعد بوه كانوا يقولون بأنه لا يمكن أن يسجن قبل المحاكمة، هذا قلت لك اجتهاد، وأنا هنا لا أريد أن تضعيني في زاوية المدافع عن الشركة أو عن المهاجم والغدة، لأني لست مستعدا للقيام بذلك الدور، كما أنني لست أيضا محاميا عن منظمة الشفافية وعن الأستاذ الغد. أنا أتحدث بشكل عام، ما أريد أن أقوله هو إن أي مواطن في هذا البلد له كامل الحق بأن يتقدم إلى القضاء عندما يرى أن مصالحه أو عرضه أو جسده قد تعرض للإيذاء من طرف أي شخص كان، والقضاء يأخذ مساره في هذه القضية. كون لا يوجد هناك حكم او اجراء قضائي الا وتختلف الاجتهادات القضائيه بين المحامين حول تقييمه. قد تجدين من يرى ان احاله الاستاذ القضاء الى السجن هو اجراء طبيعي، وقد تجدين من يقول انه شطط وانه مخالف للقانون، وهذا مساله طبيعيه لا اشكال فيها. المهم السؤال الجوهري هو هل تدخلت السلطات التنفيذيه لدى القضاء من اجل تصفيه الحسابات او مالت لصالح طرف دون اخر؟ اعتقد ربما اعتقد جازما ان السلطه التنفيذيه لم تتدخل بالقضاء، والجميع يعلم ان صدرت هناك مؤخرا احكام قضائيه شادت الجميع بصحتها، اخرها ما صدر بخصوص المرحوم الصوفي بالشين قبل ايام عندما صدر قضاء احكاما بالسجن المؤبد لحق المتهمين، وهم بالمناسبه يعني رجال امن كبار ولديهم نفوذ في السلطه، وكان البعض يقول انه لم تتم ادارتهم، لكن القضاء نأى بنفسه والحكومه بالاحرى
لأسفي نفسها عن هذه القضية. تماما السيد ولبو، خصوصا وانه السيد محمد الغدة معروف بمعارضته لهذا النظام وايضا للنظام السابق. وبالمناسبة نحن لا نحاول ان نضعك في اي زاوية، بالعكس يهمنا جدا ان يكون موقفك محايدا عن اي طرف. ساعود اليك سيد ودادي، برايك ما الموقف ربما ما اشار اليه السيد ولبو من انه إذا كان هناك أي يد للنظام من التدخل في هذه المحاكمة، برأيك الخطوة الأولى أن يسجن قبل أن يحاكم، هل يبقي أملا في التحقيق في الملف الذي أشار إليه المتعلق بالفساد، خصوصا وأن المعني به والمتهم فيه قريب من النظام؟ سيدتي، هناك ملاحظة صغيرة أود أن أنتبه لها ونبه لها، هو أنه حتى مسؤول يعني من يترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد والبحبيني والمعين من طرف الدولة، هيئة حقوق الإنسان هيئة معينة من طرف رئيس جمهورية موريتانيا، نددت بهذا السجن. يعني ليس فقط المعارضين أو المستقلين أو حتى الجهات المحسوبة على الدولة الموريتانية الحقوقية، أكبر هيئة حقوقية نددت بهذا الفعل. إذن هذه الملاحظة، عفوا اسمحي لي ربما نسيت السؤال. نعم، السؤال هو هل ما زال هناك مجال من أن يحقق بروية في هذا الملف المتعلق بالفساد من بعد سجن هناك؟ يعني سيدتي هذه العام للقضاء، أنا لا أريد أن أقول أنه بالضرورة أن الدولة هي من قامت بهذا التصرف، أحيانا بعض القضاة يقومون بتصرفات خاطئة، يعني هم ليسوا معصومين، احنا لا نؤمن بعصمة القضاة، يعني نحن نؤمن بعصمة النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا غير. يعني اما عصمة نحن رأينا، وانا كما قلت لك كنت ضحية، وهناك حالات عديدة من هذه الاشياء، احيانا بعض القضاة يقوم باخطاء ونحن نعتبر ان ما قيم به خطأ، ونرجو من الدولة من الجهات القضائية الموريتانية ان تصحح خطأها. وانا متأكد، وتصور يعني السيد محمد والقدة نظرا لثقته بقوة الملف الذي يحمل حتى أنه لم يأخذ محامي معه، لأن القضية في رأيه لا تستحق، يعني لا أظن أن حتى في خياله لم يكن هناك احتمال أنه يعتقل، يعني على الرغم من أنه سبق له أن اعتقل وسجن. هل بعد ذلك سيد ودادي، هل بعد كل هذا ربما سيبرأ المتهم، أم أنه بعد الجدل الذي أثير حول القضية سينظر فيها مرة أخرى؟ لا يجب أن ينظر فيها، هناك إجراءات قضائية تتخذ طعن في هذا القرار، وهناك يعني عدة خطوات، نحن على أمل بأن يتم تصحيح هذا الخطأ، يعني كلنا أمل، وموريتانيا كلها، وسائل التواصل الاجتماعي، كل الصالونات موريتانيا، يعني القضية أمر جلل ولا يمكن أن يمر هكذا يعني بهذه الدرجة من السهولة، يعني ليس الأمر بهذه الدرجة السهولة. بالضبط، سأعود أختم معك. أقول سيد سعد بوها الشيخ محمد، ربما من المفارقات أنه نظام الرئيس ولد الغزواني الذي كان مستميتا وفق ما يراه كثيرون في مكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس السابق بهذه التهم أيضا متعلقة بالفساد محمد ولد عبد العزيز، كيف يمكن أن ربما تكون هذه العثرة على مستوى القضاء أن لا ينظر في ملف يتعلق بالفساد بشركة مملوكة للدولة؟ وبرأيك هل الضغط الممارس حاليا سيأتي بنتيجة؟ أعتقد أن سيدة الفاضل أن هذه مغالطة، نظام الرئيس محمد الشيخ الغزواني لم يحاكم رئيس الجمهورية السابق محمد بن عبد العزيز، إنما كانت هناك لجنة برلمانية، المسألة لا بد أن نفضلها الآن. هذه المسألة كما قلت لكم متعلقة بالسيناتور السابق محمد الغدة، الأخ ضيفكم الكريم اعترف بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهي معينة من طرف الحكومة انتقدت إحالة الغد للسجن، وهذا يؤكد أن السلطة التنفيذية بريئة من هذه الإحالة، لأن السلطة التنفيذية لو أنها أرادت الدفاع عن هذا القرار لكانت اللجنة لجنة حقوق الإنسان هي الأداة للدفاع عن هذا القرار، أمام أنها انتقدته فهذا يعني المسألة إجراء قضائي بسيط، وقد نرى ربما مساء اليوم أو غدا أي لحظة إطلاق سراح الغد بحرية مؤقتة، وربما بعد المحاكمة تتم تبرئته، وقد تتم إدانته، وقد تتم إدانة الشركة لمدة يعني بالجتهاد إلى غير ذلك. المسألة ليست أمرا جللا كما يراه الأخ حسب رأيي، وإنما هو مواطن تقدم بملفات أو تهم اتهامات بالفساد
بحق شركة معينة، تم أيضا تلك الشركة تقدمت إلى القضاء، القضاء استدعى المعني وحاله قاضي التحقيق إلى سجن، هذا إجراء طبيعي. ولا ننسى أيضا أن كمراقبين وكمحللين من بعيد يمكن أن لا ينبغي أن نستحضر أن هناك من يتهم الأخ الغد بأنه يتحدث وأن منظمته هي أداة لتصفية حسابات بين رجلي أعمال في موريتانيا، الرئيس السابق لاتحاد أرباب العمل محمد وعماته، وأن وهو بالمناسبة قريب من اجتماعين أو من عمه، وبعد يرى أنه معروف العلاقة بينهما. إذا أردنا أن نتحدث فقط من باب نظرية المؤامرة، هناك من يقول أنه الغد تحرك فقط دفاعا عن مصالحه وعماته وليس دفاعا عني عن الشفافيه كما فقط يقوله البعض. انا لا اتبنى هذا النظر، وان كان من يتوقع كثيرون ان يكون القضاء في صف ان يحقق في مثل هذه القضيه المتعلقه بالفساد الذي تحاربه الدوله ويحاربه نظام ولد الغزواني. وللتصويب فقط، فان الرئيس ولد عبد العزيز ليس كما تقول انه لم يحاكم في قضايا الفساد، بل هو اتهم بالاثراء غير المشروع وجرى الحكم عليه في الخامس من نوفمبر 2000 ديسمبر 2023. اسف جدا، ادركنا الوقت تماما، شاكره لك كثيرا سيد سعد بوه الشيخ محمد الإعلامي والكاتب، كنت معنا من نواقشوط. شكر موصول لك سيد عبد الرحمن ودادي الباحث والمحلل السياسي، معنا أيضا من نواقشوط. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، حتى نعود ونضبط معكم زاوية مشهد جديد. نستودعكم الله جميعا، إلى اللقاء.